الصحة والجمال، لون جديد للحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم همسات زوجية على قناتكم الصحة والجمال. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حلقة جديدة وموضوع جديد، وزي ما احنا متعودين لقاءاتنا ومواضيعنا كلها خاصة بالأسرة والمجتمع. النهاردة منورني في الاستوديو دكتور حسام الدين أمين، استشاري الصحة النفسية وتعديل السلوك، في موضوع مهم جدا هنتكلم فيه مع بعض عن الشك والغيرة بين الأزواج. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا يا فندم، انا بحضرتك منور. اهلا وسهلا دكتور، بيتجدد بينا اللقاء يعني، وهنتكلم النهارده بقى عن الشك والغيره، وحضرتك طبعا محضر لنا موضوع جميل جدا يعني. عايزين اول حاجه نتعرف فيها مع بعض عن مقصود الشك. الشك ده عباره عن الظن اللي في غير محله. يعني الانسان لما يظن شر او سوء في حد قد يكون مش حقيقة ولكن ظن. حتى القرآن وصف الظن، إن بعض الظن اسم. صحيح، هو صحيح، ممكن يكون ظن في محله وممكن يكون في غير محله، تمام. ولذلك احنا ما ناخدش كل الظن على إنه حقيقة. فالظن عبارة عن الريبة أو الشك، معناه الظن أو الريبة في حاجة ممكن ما تبقاش حقيقه. صحيح، ده الشك. الفرق ما بين الشك والغيره، او نعرف معنى الغيره الاول. يعني نوضح معنى الغيره الاول. الغيره حضرتك هي عباره عن نوع من انواع العجز او عدم الثقه. العجز في ايه وعدم الثقه في ايه؟ العجز ان الانسان بيبقى يعني حاسس ان في هو الثقة مفقودة منه، وبالتالي بنقول ان واحد بيغير على مراته. بيغير يعني ايه؟ يعني خايف عليها جدا، سواء كان ليها حق او ملهاش حق. وبالتالي حتة الغيرة هي عبارة عن خوف زائد عن اللازم. الغيرة زائد عن اللازم، فده نوع من انواع الخوف. يعني مفهوم الغيره ده نوع من انواع الخوف. بالظبط كده، مش حاجه مفرط شويه يعني الموضوع. ما خد بال حضرتك، في غيره اسمها الغيره المحموده وفي الغيره المذمومه. صحيح، الغيره المحموده هو اللي احنا لازم نغير على ازواجنا، على عيالنا، على العرض. دي غيره مقبوله جدا. صحيح، في حدودها المسموح بيها. صحيح، انما لما بتزيد عن حجمها وتبقى في كل صغيره وكبيره دي بتبقى مذمومة، وبالتالي دي اسمها الغيرة المذمومة. الغيرة المذمومة، بالظبط كده. دكتور، ما طبعا يعني الشك بقى والغيرة هي اعتقد كده هي وضحت. اسباب وانعدام الثقة. بص حضرتك، احنا عندنا دايما بنقول ايه؟ كل انسان لما يكون عنده صحته النفسية سليمة يعني النهاردة يعرف نفسه كويس، يعرف الاخر كويس، يعرف امكانياته. وبالتالي حدة الثقة في النفس هي عبارة عن ايه؟ انا قايم بادواري صح، انا النهاردة براعي اللي حواليا صح. من هنا بتبقى فيه درجة الثقة. احنا عارفين النهاردة من التصرفات واضحة التصرفات دي صريحة ولا فيها كذب ولا لا. يبقى النهاردة الثقة بتيجي منين؟ ان انا اللي بقوله بعمله. صحيح، هنا بتتبنى الثقة، مفيش كذب، مفيش لواء، مفيش محاورات، الكلام كله واضح. لما بيتسأل اي طرف من الاطراف بيقدر يجاوب بصراحه لان ما عندوش حاجه يخفيها، مفيش حاجه بالنسبه له. فمن هنا بتتولد الثقه. اذا الثقه عباره عن ايه حضرتك؟ عباره عن شعور بيحسه الطرفين سواء رجل او امراه. دي الثقه، تمام. سؤال اهم بقى من الموضوع طبعا، عمال يعني احنا بناخده تدريجيا كده، التجسس ونتائجه الخطيره، نتائج التجسس الخطيره. موضوع هاي كلمه تجسس كبيره قوي دكتور. يعني تجسس، الموضوع ممكن يوصل لتجسس؟ بص حضرتك، طبعا المشكله الكبيره جدا
اللي احنا بنشوفها، وطبعا دي عبارة عن المراحل اللي بتتم نتيجة الشك ونتيجة الغيرة المزمومة، بتتم ازاي الحكاية دي؟ الموضوع ده يعني موضوع النهاردة حضرتك على فكرة نسبة غالبية جدا في المجتمع بتعاني منه. كلمة الشك حضرتك يعني مفيش ثقة، يعني في كذب. اذا النهاردة هيحصل ايه؟ هيبتدي الشخص سواء كان رجل او امرأة يقوم بدور المراقب. صحيح، دور المراقب، بس مش دور المراقب العادي، دور المراقب بالافراط. بمعنى ان النهارده هنلاقي اي طرف من الاطراف يبدا يلعب في حاجه التاني في عدم وجوده عشان يشوف بيعمل ايه. ما هو ما فيش ثقه وما فيش، وفي غيره وفي شك. التلاته دول لما يبداوا حضرتك يولدوا تجسس. ده كان تجسس بقى ومش طبيعي. ده تجسس، ده بقى تعرف في بيسموها ايه، في الاعماق. يعني تخيل بقى حضرتك الزوج يدخل مثلا تتفتش جيوبه، يجي الموبايل، تبتدي الزوجه تفتح الموبايل تبتدي تشوف مين اللي كلمه. لو هو بيتكلم حضرتك الموضوع بيتضخم طبعا. في حاجه اسمها التنصت، ممكن تكون مركبه له اي حاجه في التليفون بتاع البيت حتى عشان خاطر تعرفه، عشان تعرف او العكس. طبعا يعني على فكره انا ما بقولش راجل للست بس، حتى الست للرجل برضه. فاصبح كل طرف من الاطراف نتيجه عدم الثقه والغيره الزايده جدا، خد بالك تقلب غيره، او قد تكون نوع من انواع الشكوك برضه، بس اللي هي بتبقى حاده جدا. ودي من ضمن المشكلات اللي موجوده في المجتمع النهارده، ان اغلب يعني الطلاق اللي بيتم ده بيبدا من الحته دي. يعني حضرتك لو عملت سيرفي جوه المجتمع وشفت اسباب الطلاق الحقيقيه، هتكتشفها النهارده في المجتمع نسبة العالية جدا هي حتة المراقبة والجاسوسية دي. المراقبة، ان هم يبتدوا يتصنطوا على بعض ويبتدوا ده بيعمل ايه وده بيعمل ايه. وخد بالك، وده كمان مش واكتر من كده كمان، ده ممكن كمان يعني يروحوا للطرف التاني في مكان عمله ويبقى اللي هو يروح له طبعا قادر يشوف بقى طبعا ويشوف الوضع كده. عملية ده مرض ومرض الظن المتقدم ده اللي احنا بنسميه اللي هو يعني المزموم ده بيوصل الى درجة الجاسوسية. الموضوع بيتضخم. بس ده دكتور يعني مش وسواس يعني. بص حضرتك انت جبت حتة مهمة في المرض، لما نتكلم بقى على المرض نفسه يعني مرض الشك ده، احنا عندنا النهاردة حضرتك احد الحاجات الخطيرة جدا اللي بتصيب اي انسان برضه. هو مرض يا دكتور، مرض الشك بالظبط. بس انت قلت كلمة الوسواس، احنا عندنا مرض الوسواس القهري. صحيح، ده ممكن يتولد من الحتة دي، لان اصبح حضرتك بتيجي وساوس ملهاش دليل. صحيح، هنا الشيطان بيستغل الحته دي اللي هو ايه حضرتك تقعد تفكر وما بتفكرش في حاجه واحده، لا في اكتر من حاجه. لو هو في الشغل، طب لو هو راح في الفريق، ده الاكتر من كده ايه حضرتك، ودي اخطر انواعه كمان. تخيل حضرتك ان هي قاعده مع الزوج في مكان، قاعده معاه وفي صديقتها او اي حد من القرايب مثلا ستات مثلا، وكلمها او قال لها كلمه ظريفه او حاجه دي، وهي شايفاهم الاثنين، يفضل برضو هذا الموضوع في دماغها ان ده وسواس. الموضوع بقى وسواس، خد بالك، لانها بتظن حاجات حتى في القعده. يعني مش عايز اقول لك كمان بعيد عن العين، ده هو يعني بيبتدي عقلها يصنع لها امور من القعده دي، من التصرفات من القعده نفسها. شوف خطورتها قد ايه، سوء ظن. شوف خطورتها، يعني حاجة مش كمان الوسواس بيجي على واحد مش شايفاه بتتوقع منه حاجات معينه بره، لا ده ممكن يكون في قاعده نفسها لايف، هي شايفه بعينيها ولا شايفه الناس وكل حاجه، مجرد حتى من التصرف يعني. تقلق من هذا الموضوع. جيران وراحوا للجيران ولقوا ست وراجل والكلام ده كله، برضه يبقى عندها هذا الموضوع. عشان كده بنقول ده نوع من انواع الوساوس المرضيه كمان. المرضيه يعني دكتور ممكن حته الشك ده يبتدي من هنا، يطلع منه وسواس قهري فيبقى مرض. بالظبط، ويبقى مريض بالوسواس والشك. وعايز اقول لك حاجه، علاجه كمان بيبقى شبه مستعصي. يعني شوف كلمه شبه مستعصي، يعني ده ليها حضرتك عباره عن اجراءات وجلسات للوسواس القهري تعتبر نادره جدا في جمهوريه مصر العربيه. نسال الله ربنا يعافينا يا رب. خد بال حضرتك النهارده علاج الوسواس القهري في مصر كله ما بيزيدش عن 4-5 دكاترة متخصصين في الوسواس القهري في كل جمهورية مصر العربية. يا خبر ابيض، مفيش دكتور حضرتك طب خريج كلية طب
يقدر يعالج الوسواس القهري غير بالحبوب والعقاقير. الموضوع مش علاج نفسي يعني. لا هو علاج نفسي بس مش بالعقاقير. ودي نقطة مهمة جدا. لكن هي جلسات نفسية. هي جلسات نفسية لكن ما بتعالجش بالعقاقير. بالظبط كده. ولذلك حتى المتخصصين في علاج الوسواس القهري يتعدوا على الأصابع الإيدين. اللي هم المتخصصين اللي بيعرفوا يعالجوا نفسيا وسواس قهري. نفسيا وسواس قهري. ربنا يعافينا يا رب والموضوع يبعد عن الوسواس. صحيح. دكتور الأسباب اللي بتؤدي للشك والغيرة. الأسباب الأهم. بص حضرتك أول حاجة فراغ المرأة فراغها. أول حاجة الفراغ. خد بالك ازاي؟ نمرة اتنين بيبدأ برضو منها. أنا هتكلم شوية على الستات وهتكلم شوية على الرجالة لأنها ما تخصش جنس معين. بس احنا هنتكلم الأول على الجزء ده. شوف حضرتك أول حاجة احنا قلنا الفراغ. نمرة حاجة الاهتمام. اهتمامها هي. يعني هي دايماً إيه بتحس إنها أقل من الغير. طب ليه؟ طب ما تظبطي عشان تساوي. من الحاجات التانية الخطيرة جدا برضو بعد إذن حضرتك عدم وجود الزوج فترات طويلة جدا بره البيت. كويس؟ وهي بعيدة فيبدأ الظن والشكوك دي تيجي. بيجي فترات قليلة أو يجي كل أسبوع مرة أو حاجات زي كده. فيولد برضو. طب والعكس تخيل النهاردة الزوجة بتنزل الصبح الساعة 8 بتجيله الساعة 6-7 هو عارف إنها في الشغل. بس برضو خد بالك بيقلب برضو عنده كل الفتره دي بتقضيها ازاي. يعني الفراغ جزء كبير وعامل كبير قوي يا دكتور من اللي هو يولد شك وان هو يولد طبعا غير. طبعا دي حته لازم نراعيها حضرتك في الدكتور. انا معانا اتصال. سلام عليكم. الو. ايوه يا فندم. اهلا بحضرتك. مساء الخير. مساء النور. اهلا بحضرتك. ممكن نكلم الدكتور لو سمحت؟ مع حضرتك. اتفضلي يا فندم. ايوه يا دكتور. اهلا يا فندم. اتفضلي حضرتك. انا ليا جاره حبيبتي وبتشك شك رهيب فيه وبتمشي وراه تاكس عشان يراقبه. بس هي يعني ست واثقه ان هو راجل مش كويس. في دليل حضرتك ولا لا؟ تعمل ايه؟ تعبت كتير معاه. في دليل حضرتك لقيته؟ نعم. في دليل قدرت تمسكه عليه مثلا؟ لا مفيش دليل. هي ماشية وراه تاكسي يراقبه. مجرد ان في بس يعني هو موسوس يعني هي موسوسه شويه. لكن مفيش دليل قدرت تمسكه مثلا. هي ما توصلتش لدليل. ما توصلتش. خد بالك بقى. هنا ايه؟ هي تعرف روحها بقى على دكتور نفساني ولا ايه؟ بص حضرتك يعني طبعا احنا لازم نعرف منها هي حتة يعني هي من ايه هي خايفة عليه. هل هو غني حضرتك؟ اتقطع. تقريبا حصل انقطاع. بص حضرتك حضرتك يعني ممكن الاجابة مع دكتور دلوقتي. بص حضرتك دايما الغيرة طبعا احنا لما بنيجي نقعد مع الشخصية نفسها اللي هي عندها هذا المرض بنقدر من خلال الحوار نعرف ايه هي خايفة. هو خد بالك حضرتك الشك والحاجات دي كلها هو نوع برضو من انواع الخوف. هو ممكن يكون يا دكتور حب زايد يعني انا بتهيألي او خوف اللي ممكن تمشي تاكس ورا زوجها مثلا. ليه؟ ده حب عشان زايد. خايفة. مش خايفة تفقده مثلا. طبعا ده حب زايد ده مدمر. طبعا ما تنساش دي اكيد. يعني ايه حب زايد ده؟ انت النهارده عامل لي روشان خصوصا لو انا حسيت ان في حد بيراقبني. ده الموضوع قاسي. طبعا تخيل انت وصلت للمستوى ده. قاسي جدا. فطبعا انت لو عرفت ان هي بتعمل كده انت هتقلق. صحيح. لو مسكت الشخص اللي بيراقبك ده ولقيته متابعك انت طبعا هتقلق. صحيح. لكن احنا عايزين نمسك الحاله دي كويس جدا. خد بال حضرتك طبعا في نقطه ضعف عند الست اللي هي في الحاله دي. ايه هي نقطه الضعف؟ انها النهارده شك من غير دليل. شك من غير دليل. من غير دليل اهو. مش انا سالت كده. ده وسواس. وسواس. وفي نفس الوقت لازم نرجع للشخصيه نفسها ونسالها ايه اللي انت شايفاه خايفه منه على ايه؟ قد على فكره واحده خايفه مثلا ان واحده تاخده منها مثلا ان هو عشان غني ولا حاجه. قد يكون النهارده في درجه وسامه فخايفه من الستات مثلا يقربوا له. خدت بالك ازاي؟ اي حاجه من الحاجات دي كلها. ففي الحاله دي هيحصل فيها ايه؟ ده غيره شك يقلب لايه؟ لجاسوسيه زي ما انت شفتها. زي ما احنا شفنا بالظبط كده. طب يا دكتور لو علاج هي يعني مدام ناديه كانت بتقول هل تعرض نفسها على دكتور نفساني؟
بص حضرتك الحالة دي طبعا ده لازم بس خد بالك مش طب مش طب مش, أخذ مش طب مش يكون خريج طب لان هو مش هيقدر يتعامل معاها. لازم يكون اخصائي نفسي خريج علوم نفس اخصائي نفسي طبعا يعني طبعاً. دكتور طبيب نفسي نفسي بس خد بالك مش طب الطب اساسا كل تركيزه بالعلاج بالعقاقير اللي هي الادويه لكن الاخصائي النفسي خريج علم النفس هو ده اللي هيتعامل مع الحاله دي بدون عقاقير خالص هيبتدي بقى يشتغل على ان هو بالظبط كده مفيش اي علاج سريع يا دكتور مثلا مفيش سريع في الاختصاص القهري خالص لازم ضغط جلسات. على طبيب جلسات والنجاح كله في نجاح الجلسات نسال ربنا يعافينا يا رب ويرفعنا البلاء. دكتور دور شبكات التواصل الاجتماعي في اثاره الشكوك بص حضرتك تعال اقول لك المجتمع ده انتشار الموضوع بقى كبير جدا يعني بالظبط كده تعال اكلم حضرتك بصراحه دلوقتي احنا شفنا الانترنت النهارده دخل على المجتمع هاجم في فتره كانت الناس في درجه من الغيبوبه يعني صحيح انفصال عن العالم برافو عليك منفصل تعال بص حضرتك النهارده عايز ارجعك من قديم شويه صحيح كانت الأسرة المصرية بتقدر إنها تاخد ثقافتها وتتغير مش نتيجة إيه؟ المعرفة الأحداث من الجيران من اللي حواليهم من واقع المحيط بس اللي حواليهم ولا أنا غلطان؟ آه صحيح دي في البداية يعني أنت النهاردة الزوجة أو أي حد أو الأسرة يعني بياخدوا الخبرات من واقع البيئة اللي هم عايشين فيها صح؟ طبعا الخبرة كلها عن طريق العادات والتقاليد اللي حوالينا بالزبط. البيئة والمجتمع وبتقدر تعرفها حضرتك في وقت يعني بعيد كل فترة وفترة لما يجي لك حدث شوف اللي حصل في المجتمع المصري حصل فيه ايه النهاردة حالة من الانفتاح غير طبيعية بص حضرتك انت واحد قاعد في امريكا مصري بيتكلم انت هنا بتفتح بتسمع المشكلة بتاعته كل جمهورية مصر العربية الناس قاعدة في اي مكان عندها اي مشكلة بتقولها الناس بتسمعها اصبحت النهاردة كل واحد فيه مشكلة المشكلة دي بشكلها السيء بيعرفها الاخر على شكلها ويشوف فيها التحور اسمع بقى مني الحته دي كويس قوي التحور في شكل الجرائم والخبث اللي بقى في المجتمع يعني ايه النهارده بتشوف كم من الجرائم المركبه بيبقى في ثانيه واحده بتفتحه وبتسمعه بتاخد هذه الجرعه يا خبر هيحصل عندك انت ايه اول حاجه اول ما تسمع الحدث ده هتخاف وبعد كده تبتدي تفكر ازاي تتقي شر هذا الموضوع وتبتدي تفكر في اقرب مين الناس اللي حواليك صحيح من هنا اصبحت الثقافه بتاعه المجتمع المصري بما فيها معظم الناس وعشان كده شبكه التواصل الاجتماعي فرقت ولم تجمع صحيح ده عندنا ده الحقيقه ده الحقيقه في المجتمع المصري الناس بتقول كلام مش واقعي خالص نتيجه الاميه على فكره كلمه الاميه قد يكون دكتور جامعي وامي صحيح التأثير هو اللي أنا بتكلم عليه تأثير الإنترنت والشبكات أساسا على الناس بيستخدموها مش في مكانها أنت بتقعد تقرأ قصص خطيرة جدا في الآخر خالص أنا لو سبت نفسي أنا شخصيا هيتحول لي هذا الموضوع صحيح لأن ده عبارة عن إيه حضرتك المرض ده عبارة عن إيه بيتنقل بالبيئة بتاعت الفكرة نفسها لما بتتوصف لك شكل الحاجة دي أنت لما تقعد تركبها على نفسك تخاف وتقلق جدا صحيح يعني دكتور إيه عايزين يعني انا خليني يعني اعذر ان كل انا بشوف حجم المشكله كبيره يعني جدا وبعصرها وبشوفها وفعلا وممكن بلمسها احيانا طب عايز علاج يعني لمشاهدينا يعني لو مرينا بظروف يعني دلوقتي ناس فعلا مرضى انترنت والسوشيال ميديا والموبايل والموضوع بقى خلاص بقى مريض بيه صحيح فلو علاج ازاي افصل نفسي او ازاي اصل خلاص الموضوع بقى فيه حاله من الشتات خد بال حضرتك حاجة بسيطة خالص لو علاج يا دكتور هقول لك على حاجة روشتة بسيطة خالص وهأكد لك حاجة تانية علشان أكون واضح جدا لما عملنا حضرتك دراسة على كل الناس اللي بتدخل على الإنترنت وبتتجاوب يعني بفترات طويلة جدا اكتشفنا حاجة مهمة جدا إن الناس دي اللي هي اللي بتدخل على الإنترنت بالفترة دي كلها مش عندهمش تواصل طبيعي مع أهليهم يعني هم انطوائيين في الواقع لا ما انا بقول لك على حاجه لا حتى لو كان اساسا عنده تواصل مع اهله ما بقاش متواصل يعني معظمهم ما بيزورش خالاته وعمامه وقرايبه خلاص انحصر بقى هو بطل ولا هو كان في البدايه كان كده ممكن يكون عادي
كان عادي جدا وبعدين تحول يعني اصيب اصيب. عايز اقول لك على حاجه يعني اللفظ بيطلق على مرض ده اصيب. شوف حضرتك مفيش اسره في مصر النهارده وانا بقولها صراحه على الملأ اتفضل مفيش اسره ونادرا لما هتلاقي اسره طبعا عدد قليل يعني هيبقى قليل الذي لم يصاب جزء من او كل اسرته بهذا المرض مرض الانشغال بالانترنت ده. برافو عليك ده فعلا ده يمكن الاسره كلها. خد بالك بقى خد بالك لان الاستخدام خاطئ الاستخدام كتالوج خاطئ. استخدام الانترنت مش عند الناس دي كلها كتالوج. خد بال حضرتك الناس النهارده ما تعرفش اساسا لما انت تنقل قصه انت هتاثر القصه السلبيه على الاخرين ايه. صحيح. مين يقدر يقيس في مصر ده الا اذا كان متعلم ومثقف فاهم اللي بيعمله ده. صحيح. لما تقول فكره او اي حاجه ويصاب بيها الاخر انت ضريت الناس وعورتهم وانت قاعد. صحيح. محدش يعرف يعني ايه قيمه الكلمه. الكلمه. ولذلك خد بالك كل المشكلات اللي تحصل جايه النهارده معظمها مش كلها طبعا الشكوك دي جايه نتيجه ايه؟ ان انت بقى اكتر من شخصيه او اكتر من حد على الانترنت بيقول لك احد الاحتمالات الخطيره اللي ممكن يقول بيها اي طرف من الاطراف. صحيح. فيتولد عندك الشك والظن وبالتالي هتضطر انت تراقب غصب عنك. ده في كارثه كبيره دكتور يمكن يعني لو ليها علاقه بالموضوع ان الانترنت الناس لما بتتحاور عليه هو ما بينقلش ملامح ان الموضوع بيبقى عن طريق الكتابه فبيبقى سهل فيه سوء الظن جدا. يعني انا لو بكلم حضرتك على الشات مثلا وبقول كلمه لفظ طبيعي جدا ممكن حضرتك تفهمه مني غلط بناء على حضرتك مش شايفني او ده سبب كبير جدا في يعني ولاده شك. وعايز اقول لك حاجه وممكن ما يكونش الموضوع من حضرتك اساسا كمان تبقى واحد تاني ناقل يعني ناقل حد اللي عملها واصبح ده بينقل بس ناقل عن اللي بيقول لك مشاركه مثلا او اللي هو الشير شير خلاص ده مالكش انت كمان دور فيه انت كل عيله ايه الموضوع اساسا همك فانت عملت ايه قعدت اعاده المذياع تاني قعدت الصوت في حته تانية فبناء عليه انا عرفت ان دي مرجعيتك وده اتجاهك وده شكلك فهي دي ابتدي اظن فيه هنا بقى كل واحد حسب درجات انجذابه درجات انجذابه ومن هنا درجه الشكوك هتكبر. صحيح. ما بين الزوج وزوجته احنا بنتكلم عشان الازواج دلوقتي. صحيح. هو لو اسقاطا على الموضوع بالظبط انا عايز اقول لك على حاجه شوف من احد المشكلات الضخمه جدا واحده بتكلم واحد على الانترنت بتقول كلام مش ممكن ابدا. صحيح. خلاص لو هو ساب الاوضه وراح لزوجته ما قالتش كلمه انا عايزك بس تاخد بالك من اللي انا قلته ده ضروري جدا لو توضحنا بشكل اكبر نقوله تاني حضرتك واحد النهارده قاعد على الانترنت خلاص وبيكلم واحده ما اعرفش مين فعماله تقول له النهارده مشاعر واحاسيس وحاجات كلها كتابه خلاص وتبعت له صور هنا حصل ايه حضرتك تاثر ولا لا؟ صحيح. كويس قوي. طيب لو خرج بره الاوضه اللي هو بيعمل فيها هذا الكلام وخرج ولقى زوجته بره وقالت له ايه اعمل وما تعملش والكلام ده كله تحصل المقارنه مين عنده افضل؟ اكيد اللي المفروض طاله في مشاعرها خدت بالك انت ازاي؟ وقد تكون المشاعر كمان كدابه. صحيح. ده لو حتى ممكن تكون كاذب كمان ده 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 هو ده في الغالبيه لكن هو عمل ايه النهارده؟ ارتبط هنا. طيب الزوجه دي نفسها لو في مره شافته او شافت الكلام ده كله هيحصل ايه؟ شك انت بتكلم ومش عارف ايه الكلام من ده خلاص اول ما الجزء الشك ده والريبه دخلت خلاص ده دخل دايره الايه المراقبه دايره المراقبه الموضوع الموضوع بيتحول يا دكتور طبعا خد بالك من مره ما هي من مره من مره من مره واحده بس من مره السهر الكتير جدا من مره الكذب لو هو النهارده كذب قالت له حاجات وهو كان بيكذب كل ده بيفتح باب الشك اسباب كتيره قوي يا دكتور لو احنا طبعا موضوعنا كبير قوي وهنكمله اسمح لي بس نطلع نرجع نكمل شادي فاصل قمل التواصل مع قناه الصحه والجمال الموقع الرسمي للقناه www.sahha.tv ويمكنكم مشاهده برامج القناه على صفحه القناه على اليوتيوب www.youtube.com/elsahha channel وتابعوا صفحتنا على الفيسبوك www.facebook.com/elsahha tv وعلى تويتر www.twitter.com/elsahha TV